يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول: هل يجوز لي أن أستمع تلاوة القرآن من المبتدع بمعنى أنه ليس له لحية وليس على منهج السلف؟ هذا ما هو مبتدع، هذا عاصي. الذي ليس له لحية يعني يحلق لحيته، هذا ما يقال مبتدع، يقال عاصي، يقال إنه عاصي. وإذا وجدت من هو خير منه وأتقى لله فخذ القرآن عنه. نعم.